صينية بوتيتا باللحم والطعم دمار. احمس البصل، سنين ثوم مهروسات، بعد ما ذبل البصل اضيف اللحم المفروم، اضيف البهارات، طماطم مقطعة، خاشقتين معجون، كاتشب وشوية ماي، واتركه شوية يسبك واطفي عليه النار. بوتيتا مسلوقة، رشة فلفل اسود، رشة ملح، ونهرسها بايركس، ونضيف عليه البوتيتا المهروسة، وأضيف حشة اللحم اللي سويتها. إذا تحبون تخلون شوي ذرة، وعلى الوجه رشة جبن موتزاريلا، وهسه ندخل الفرن ونشغل النار بس من فوق. وهاي بعد ما طلعناها من الفرن، وهسه نجرب.